والله منيح يا شيخ. زين والله زين. كل سنة وانت طيبة يا روحي. بتفرسني. بتفرسك ازاي يا روحي؟ في واحد يدي لمراته هدية كعقيلة فلوس زي اللي لبسها لها في رقبتها دي. وماذا يا حبيبتي ما دام ربنا مديله ويديها. اشمعنى انت ما بتعملش كده؟ هو وارث يا روحي، انا بشتغل وطافح الكوتة وهيتي على مهيتك وعايشين زقة. امال هو جاب الفلوس منين؟ وارث يا روحي وارث. وارث؟ اه. يا كبتك وارث عمته. انت بتصدق الكلام ده بيهلب يابا. يا شيخة بلاش افترا، يهلب يعني ايه؟ طبعا مش خيبان زي حضرتك. غني يعني ايه يا روحي؟ عايزاني اعمل ايه؟ اهلب. قوم ارقص ولا غني ولا ندهل رؤوسك ولا اعمل اي حاجة، يمكن حد يرش علينا ولا احنا بنرمي المساء، احنا بنرمي المساء، احنا بنرمي المساء، احنا بنرمي المساء، ما هي ناس اخر حلاوة ويانا مانسة. احنا بنرمي المساء على صاحبك ويسا، احنا بنرمي المساء على صاحبك ويسا، ما هي ناس اخر حلاوة ويانا مانسة. ما هي ناس اخر حلاوة ويانا مانسة. احنا بنرمي المساء، 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 احنا بنرمي المساء. صحبة منورين، صحبة سكر زيادة من حيرة وقنا بيه. احنا بنرمي السعادة على صحبة منورين، صحبة سكر زيادة من حيرة وقنا بيه. انا بمسي الحبة دول والحبة وهوانم. اهلا بسعادة البيت، حدش بيشوفك ليه؟ كراسي يا معلمة، على عيني يا معلم، كوتشينة يا معلمة، على عيني يا معلم. اهلا بالست الهانم، يا ما في حلقان وخواتم. اهلا بسعادة البيت، حدش بيشوفك ليه؟ اهلا بسعادة البيت، ايه ده سعادة البيت؟ عشان الليلة دي جينا نقدم تحية، عشان الليلة دي جينا نقدم تحية، ونرقصكم معانا على الغنوة الحلوة دي، على الغنوة الحلوة دي. كلام 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 بس ما باخدش منك.
كل الحلوين معانا والليلة الجو لقطة. وحنرفع مستوانا وياكم نقطة نقطة. واعمل معروف يا بعد ملفوف يا اللي خدودك سكر مقطوع. اعمل معروف يا بعد ملفوف يا اللي خدودك سكر مقطوع. حبك على فين حبك على فين حبك على فين حبك على فين حيوديني حيوديني. منين دهلك مين يا بتاع الياسمين منين دهلك مين واحنا معانا الفل يا بتاع الرمان رمانك ده بلال في خدود ست الكل يا بتاع التفاح لون تفاحك راح بص علينا وطل يا حورية يا ولا شهية يا ولا عينيها يا ولا اه يا ولا يا ولا ارحمني يا ولا والنبي يا ولا نقدم تحية عشان الليلة دي جينا نقدم تحية ونرقصكم معانا عالغنوة الحلوة دي عالغنوة الحلوة دي. انت مولا ولا ولا قريبي لمرار انتم دايم 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 سالمين ابعادك انت مولا ولا ولا قريبي ما تردوا مال علينا مالكم مالكم بلمين واخدين بالكم ولا ولا مش واخدين ادونا اي حاجة دحنا دحنا مفلسين. ليلة 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 يا ليلة 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 يا ليلة 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 يا ليلة 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 يا ليلة. واحنا بنرمي المساء احنا بنرمي المساء احنا بنرمي المساء احنا بنرمي المساء ما هي ناس اخر حلاوة ويانا مأنسة. احنا بنرمي المساء على صحبة كويسة احنا بنرمي المساء على صحبة كويسة ما هي ناس اخر حلاوة ويانا مأنسة ما هي ناس اخر حلاوة ويانا مأنسة. واحنا بنرمي المساء على صحبة كويسة احنا بنرمي المساء على صحبة كويسة احنا بنرمي المساء 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 احنا بنرمي المساء. برافو برافو يا جماعة يلا البوفيه جاهز. برافو برافو اتفضلوا على البوفيه. اتفضلي على البوفيه. اتفضل على البوفيه ايه هوي على كبستي فين؟ مش شورتك المهببه؟ ما تيجي نروح. نفوت ناخد حتة لحمة للواد اللي في البيت. دول منظر ناس هيسيبوا حتة لحمة دول هيمسحوا الأطباق مسح يا حبيبي. على رأيك. يلا شنطتي فين؟ على ناس متيسة شنطتي في الشماعة اللي بره. طيب يلا. تعالي نخرج كده بقيمتنا أحسن. هاتي إيدك. قلطة يعني؟ أوي. يعني ولا جعانين ولا حاجة. احنا بنرمي المسا على ناس متيسة. العربية قاعدة تصمم من الصبح. طيب يا ولا وانا بلعب يقول عليا وعلى سنين السودة. استنى لخمتني امسك يلا. ما
خلصتي المصروف ولا عايزه تهمني؟ خيبه فاكر برضو افتكرتك هتنسى. امسك اهو اتفضل شيلن برضو. هو انا ناقصاك؟ احمد ربنا يا حبيبي عليا منك ولا من ابوك. يلا نجرع على المدرسه. ايوه انا جاي. الواد هيطلع اواد. كوبايه الشاي حلوتك. انا كمان هتاخر على شغلي. ولا عايز نقعد في البيت بقى ونشحت احنا الاثنين؟ خلاص يا جميل من غير نرفزه ومن غير ما تنرفز نفسك. انا اعمل الشاي بنفسي وانت روح شغلك. خلاص هنا بقى. انا في حاجه فلقاني. ايه مدرسه الرز والزيور اللي انت مودي الواد فيها دي باوتومبيل وسحبه مهيتنا كلها؟ فرع عنطزه هو؟ مش احسن مدرسه في مصر؟ احنا مش متفقين حياتي ان الواد ابننا ده يروح احسن مدارس، ياخد احسن فرص في الحياه احسن مني ومنك. ان شاء الله هشام كده هو اللي ياخد الهندسه من هنا ويسافر على امريكا ويبقى المهندس الخصوصي بتاع البيت الابيض. ويسيبنا احنا في البيت الاسود. هيروح امريكا ازاي يا حبيبي طول ما انت محلك سر وعايش على ماهيتك كده؟ هيروح امريكا ان شاء الله. ان شاء الله. وبعدين انا متنرفزه وهفضل متنرفزه مهما عملت. حصل. انا رايح الشغل يا حبيبي. بلاش الشغل وخليك. احترم نفسك شويه. عزك ما تستغلش ضعفي. ان شاء الله ربنا هيعدلها. بكره يبقى معايا فلوس كتير قوي واودي الواد امريكا واجيب لك كل اللي انت عايزاه. بس ازاي بقى؟ معرفش. مدى دينا فين تذاكر الجروب اللي طالع نيويورك؟ حالا يا فندم جاي حالا. الباسبورات ايه والتذاكر بس ناقص ثلاثه على الويتنج ليست هيدونا بيهم خبر بعد نص ساعه. الباسبورتات دي كانت لازم تخلص من امبارح. ايه اللي اخرك يا مدام؟ يا فندم سيادتك عارف المواصلات الواحد بيتبهدل قوي يا فندم. اسمعي انا ما احبش الاعذار. اتفضلي شوف شغلك. كل موظف مهمل هو اللي بيتحجج بالمواصلات. دي حاجه بقت تقرف. اتفضلي مع السلامه. مفاتيح الخزنه يا ابني كانت في جيبي مش لاقيها. الله ينحل ابو العيال وخلفه العيال. 12 حلبوك في الاب تلمهم خبلوني. خد بالك ما تنظرش حولك يا عم خليل. ثم تعالى هنا ما دام عندك 12 حلوف وخابلينك ما تبطل الترلملم اللي عمال تاخده ده. دي شغلانتك دي عايزه تركيز وتفكير. ولا يا سيسي؟ تلاقي ناسك المفاتيح في الخزنه وبيدور عليها. يا بخت يا سيدي اللي هيلاقيها. هي فيها كتير يا عم خليل؟ الحمد لله انها فاضيه، لكن بعد بكره هيكون فيها مليون جنيه مصاريف المشروع الجديد. مليون جنيه؟ يا نهار اسود. دور يا عم خليل على المفاتيح يمكن تكون نسيتهم في البيت هناك. اخد اذني واروح اشوفها في البيت وامري لله. ولو اني يا استاذ عزه انا متاكد انها وقعت مني هنا في الشركه. يا عم اتكل على الله. قال واحد في الشركه على طول. الشهر اللي فات قعدنا ساعه قدام الخزنه واحنا بنقبض. قال ايه؟ برضه بيدور على مفاتيح. وفي الاخر حالة الساعي لقوا اربعين ورا السيفون. الله بتدور على ايه يا عم خليل؟ ما شفتش مفاتيح الخزنه يا ولد حنفي؟ مفاتيح الخزنه؟ اه خبر. دي انا كنت عملت بيها عمايل. مفاتيح الخزنه بقى والرزم والفلوس مسدده كده. رزم 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 يا شيخ. اتنين دي فاضيه. فاضيه يا خساره. ما دام فاضيه بقى خد المفاتيح يا عم خليل. هات عليك واحد يا عم خليل. غور كتك داعي انا ناقصك حمراوه دلوقتي زيها. اللي ادب الله. ايه مش ناوي تروح ولا ايه؟ اخلص المشروع ده بس يعني خمسه كده واروح بعدين. السلام عليكم. Thank you.
لقيتك فين يا حنك؟ في الطرقه يا خليل. ايدك بقى على الحلاوه. في الطرقه؟ اه. وايه اللي وداها الطرقه؟ هي المفاتيح بتمشي؟ بتمشي ولا بتنام؟ انا مالي، ايدك يا عم على الحلاوه. مش خساره فيك يا ده حنك. خد ايه ده يا عم خليل؟ بليزه؟ ما هي الخزنه فاضيه. ما هي لو كانت مليانه كنت لقيتك 10 لحليح. انما انت فعلي بقى اعمل لك ايه؟ علوم احسن ببلاش. يا رب يا عم خليل المفاتيح تروح منك والخزنه مليانه عشان نتحلل يا عم خليل. قول كده يا عم. فلا الله ولا فالك. اهلا وسهلا. اي خدمة؟ اذا سمحت انا عايز اعمل مفتاح. مفتاح عربية؟ لا مفتاح دولاب. دولاب؟ ايوه. طب اجي معاك بقى علشان اشوف. لا انا عايز حضرتك تعمل المفتاح هنا. طيب معاك مفتاح اعمل لك زيه؟ معايا بس ايه هو يعني مش مفتاح بالظبط، نقدر نقول عليه رسم مفتاح. وعايز حضرتك تعمل لي اخوه صورة تبقى الاصل. طب ومال؟ اشوف؟ قوي. اتفضل. الله الله الله، ده مفتاح الفرج. ايوه مفتاح الفرج. قول لي. نعم. الخزنه فيها كتير. خزنه ايه؟ ده مفتاح دولاب. خزنه ايه؟ الله، ما تخلينا نتفاهم بقى على المكشوف. وانا مش عاوز المفتاح. لا عايزه طبعا، امال انا يعني جاي لحضرتك واسطك ليه؟ عايزه. خلاص نتفق. على ايه؟ على مفتاح الفرج. انت عايز ايه بالظبط؟ الف لحلوح. الف لحلوح؟ يا راجل حرام عليك، صلي على النبي، ده اجدع مفتاح في الدنيا بخمسين قرش. وباربعين قرش لو كنت جبت لي مفتاح عشان اعمل لك زيه، انما مطبوع على صلصال يبقى بألف جنيه. ليه بس؟ ليه يا راجل يا طيب يا امير ليه؟ عشان انت حرامي. لا ما تلبخش فيا بقى، هنمسك في بعض ونروح القسم عليك محضر. بقول لك حرامي، ولو ما كنتش حرامي ما كنتش طبعته على صلصال. طب هديلك بقى ايه؟ 100 جنيه. 1000 جنيه وحلال عليك الخزنه باللي فيها. واسمع ما اقول لك، من هنا ورايح لا شفتني ولا شفتك ولا اعرفك ولا تعرفني، وحلال عليك الخزنه باللي فيها. فاهم؟ قلت ايه؟ استلمه منك انت بكره زي دلوقتي باذن واحد احد. ماشي يا اسطى، اتفضل. بكره اجيب لك الفلوس واستلمه على طول. وانا في انتظارك. بس ارجوك تخلصوا لي بسرعه. والو من عينيا الاثنين. الصبر مفتاح الفرج. على ايديك ان شاء الله. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا اخويا الدنيا جرى فيها ايه؟ اللي يجيب لي مفتاح مطبوع على صلصال، واللي يجيب لي مفتاح مطبوع على صابونة، واللي يجيب لي مفتاح مطبوع على مصيص. نايته الصبر مفتاح الخزن. مالك يا عز؟ مفيش. هي اللحمة دي مقطوعة عن البيت؟ ايوه مقطوعة عن البيت. عاوز ايه بقى؟ مش بجيبلكوا لحمة مرة في الأسبوع هتنهبوا؟ دينا مش واجب. معلش يا شباب، معلش يا حبيبي، معلش. بكرة إن شاء الله هجيب لك لحمة كل يوم. خش أوضتك دلوقتي، اغسل إيديك وذاكر. أنا عايزك تطلع الأول على المدرسة كلها. ولما آخد الثانوية تسفرني أمريكا كمل تعليمي هناك. هسفرك أمريكا وتبقى باشمهندس قد الدنيا، هتبقى المهندس الأول في البيت الأبيض. طب أنا بقى مش هنام إلا لما أتخرج. هو ده الكلام يا دكتور. وباشمهندس كمان. وباشمهندس كمان يا حبيبي. انت ايه حكايتك بالظبط؟ حكايتي ايه؟ عمال تنفخ في الواد على ايه؟ دخلته مدرسه اجنبيه وعربيه بالشيء الفلاني وقلنا ماشي، دلوقتي عمال تسرح بيه وتقول له هوديك امريكا على ايه؟ انت فاكر نفسك مليونير؟ وحياتك يا دينا وحياه غلاوتك عندي لا هودي الواد ده امريكا، لما هيكون على جثتي هوديه امريكا. يعني هوديه امريكا منين يا عزت؟ اصل عقبال عندي كده بعد كام يوم حورس. حورس. طب ده انت يا افقر خلق الله اغنى واحد في عيلتك. صدقيني زي ما بقولك، بكره ان شاء الله هيبقى معايا مليون جنيه. عزت فوق لي وحياه اللي خلفوك، انا مش ناقصه. دينا انا فايق جدا وحياه حبك ليا، بكره هيبقى معايا مليون جنيه. جنيه ينطح جنيه. انت بتتكلم جد؟ عمري ما كنت جد زي دلوقتي. طب قول اللي انت عايزه على طول بقى من غير لف ولا دوران. بكل صراحه
انا محتاج لألف جنيه ضروري. ألف جنيه؟ تبقى هتتجوز عليا؟ معقولة يعني اتجوز عليكي؟ امال بس عايز الألف جنيه في ايه؟ ما انا عشان اجيب المليون جنيه محتاج لألف جنيه فورا. ولا مليون؟ من غير اي تساؤلات دلوقتي اتصرفي وقتي للألف جنيه وبعدين ابقي حاسبيني. الله، الحكايه جد بقى؟ جد جدا طبعا. اتصرفي يا دينا، قولي لي هنعمل ايه؟ بس فالحة تقولي لي شوشو جوزها جاب لها وفيفي عندها وتيتي ابن عمها مش عارف ايه. ايوه طب هجيب لك منين بس يا عزة ألف جنيه؟ انا عارف، فكري معايا. اسمعي اسمعي اسمعي، انت مش عندك اسمها ده؟ قصدك الشبكة بتاعتي يا عزة؟ بكرة ان شاء الله هجيب لك احسن منها، دهب، الماس، ياقوت، هجيب لك علي بابا شخصيا. فلوس فلوس هتبقى معانا يا دينا، فلوس مش عارفين نعمل فيها ايه. ان شاء الله عايزك جوزك كده بكره يفطرك في لندن ويغديك في باريس وتاخدي الشاي في سويسرا وتتعشي في لاس فيجاس في امريكا. عندهم لحمه راس في لاس فيجاس يا حبيبي؟ اكيد يا حبيبتي، كرشه، كوارع، منبار، لحمه راس، السلخانه كلها هناك هتبقى تحت امرك. هيبقى معانا فلوس هنا، فلوس فلوس هتبقى معانا بالزوف انا وانتي، ومش عارفين نعمل فيها ايه. صحيح يا عزت؟ صحيح، روح. يو صحيح بجد؟ بجد طبعا. خلاص يا دينا خلاص، عجلة الحظ لفت معايا. بكرة تشوفي عزت جوزك ده هيعمل ايه. يا ما قلت لك يا عزت، ده انا ريقي نشف يا شيخ وانت مطنشني على الاخر. عندك حق، خلاص سمعت كلامي كليت انك صح. نجيب الاسورة؟ نجيب الاسورة، مفيش حاجة تغلى عليك. تعال نخش نجيبها من اوضة النوم. انا بقى دماغي مصدعة ونفسي فنجان قهوة. عندك بن جوه؟ عندي فوق البتاعة دي، عندي بتاع كيسين رانيا وثلاث اكياس برازيلي. هعمل لك فنجان معايا؟ انا برازيليا وانت رانيا. حاضر يا رانيا. جميل، اتفضلي يا حبيبتي. لا مش دي، إيه؟ انت برازيليا وانا رانيا. انا برازيليا صح. انا خدت الفنجان المليون. يا نيني قولي. صحتك يا قمر. شيريو شيريو لذ قوي. ايوه حالا قول لي بقى، المليون جنيه دول هيجوا لك منين؟ نطناو يا جميل بعدين. لا ناو بقى، ناو ايام الهزمة. اسبانتي بس التانية ايه اسمها؟ ال الست وايف. اكس اي اف اي يا حبيبي. ايوه ايام يور وايف اند ايام وذ يو ان ايفريثينج، يعني اللي هي اسمها فيها فيها لخ فيها، وانا على قلبك لطالون بالانجليزي. يا حبيبتي المثل البلدي بيقول ايه؟ داري على يور كاندل تقيد، وانا بقى حداري على شمعتي عشان الخطه مقبوس. خطه ايه؟ انت ناوي تلعب بديلك؟ مش عايز كلام دلوقتي، هوديني يا دينا كده واسمعي الكلام تكسب يا جميل. طيب خلاص، انا يهمني ايه غير راحتك والفلوس؟ انا يهمني الفلوس وراحتك بعد الفلوس يعني. خد راحتي بعد الفلوس. يا سويرة اهي، اوعى بقى الراجل يضحك عليك، الدهب غالي قوي اليومين دول. يوزن قدامك يا اما توزن بره. ميرسي يا جميل. عافية. خلاص المفتاح يا باشمهندس مفتاح. جاهز وهلسطة، يا دوب حط المفتاح يفتح معاك على طول. متأكد انه مش اصلك؟ لا معقول برضو، دي صنعتي وكاري، يا نواب عليا زيك كتير. عظيم. وادي الالف جنيه بتوعك اهو. باكوا كده مظبوط؟ المفتاح يا باشمهندس مفتاح. اتفضل. مظبوطين دول؟ عدهم يا سيدي. برضه هخونك. معلش يمكن يعني خسوا خمسة عشرة فلتوا منهم، عد بس يا سيدي. وفي حرامي بيلعب على حرامي؟ يا سلام عليك لما تجرحني وتجرح احساساتي بالكلمة البايخة اللي بتقولها دي. حرامي ايه؟ طب يا سيدي خلاص ما تزعلش، انا اللي حرامي. ما خلاص ما عادش فيها كسوف. يما اعملي معروف. يما قوم افتح الخزنة. يما يما. بقول لك ايه؟ نعم. احنا دلوقتي بنلعب على المكشوف. قول يا باسل، انا على رأي المثل، اللي ينكسف من بنت عمه ما يجيبش منها عيال، واللي ينكسف من بتاع المفاتيح ما يعرفش يفتح خزن. على العموم انا متشكر قوي يا باشمهندس مفتاح، واحنا طبعا زي ما اتفقنا، انا لا شفتك ولا شفتني، لا عرفتك ولا عرفتني. تعجبني. سلام يا باشمهندس مفتاح. عظمه. سلام.
يا اخويا موظفين ايه بتوع اخر زمن دول؟ تعبات الاوضه. هشام صاحي ولا نام؟ اوه نام من زمان. احسن. وايه ده اللي احسن؟ انت مش هتقول لي في ايه بقى؟ بعدين يا دينا بعدين. طب وديت حق الاسوره فين؟ بعدين يا حبيبتي بعدين. يو يا عزة كل حاجه بعدين بعدين، لازم اعرف دلوقتي قبل ما ننام. نام عليك. ايه ده؟ ده شبشب الهنا. ايه ده بجد؟ ده يا ستي مفتاح الفرج. لا النبي، ايه ده صحيح؟ مفتاح الخزنة. خزنة؟ خزنة ايه؟ الخزنة بتاعت الشركة بتاعتنا. بعد يومين اتنين بالظبط هتبقى مليانة فلوس. روزم روزم روزم. تتكلم جد؟ يوم الخميس الجاي بالتحديد. مليون جنيه دينا، الدفعه الاولى بتاعت مشروع استثماري جديد. طب وانت خدت المفتاح ده منين؟ سرقته من الصراف؟ انا مش عايز اسئله دلوقتي، وسيبيني افكر برواقه عشان اعرف اتكلم. ايوه طب هتعمل ايه بالمفتاح ده؟ سلام عليكي وعلى اسئلتك، يعني حامل بيه ايه؟ شوربه؟ مش لازم اعرف يا عزت. شوف يا دينا، الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي فيها ناس كتير قوي عندها فلوس كتير قوي ومحدش عارف جايه لهم منين، شيطاني كده، والناس كلها بتضرب لهم تعظيم سلام وبيحترموهم قوي. انا قررت ان انا احقق لك كل حاجه انت عايزاها. مش انت عايزه تبقي زي شوشو؟ عندك عربيه 6 متر وشقه على النيل وفساتين ومجوهرات، وانا عايز ابني ياخد حظه من الدنيا دي احسن مني ومنك، ويبقى مهندس دكتور ويسافر امريكا. عشان كده أنا كمان قررت يبقى عندي فلوس كتير، منين مش مهم، والناس كلها تضرب لي تعظيم سلام. سبحان الله، ومين ما نفسوش في كل ده؟ بس مش تقولي هتعمل ايه الأول قبل ما تضيع كل اللي بتحكي عليه ده هو وتودينا في داهية؟ عندك حق، ومنك نستفيد يا ستي. طيب لو أنت معاكي المفتاح بقى تتصرفي ازاي؟ هقول لك حاجة. أولا في حد غيرنا يعرف إن المفتاح ده معاك؟ أكيد لا طبعا. يبقى اذا لازم نمشي بقى بخطوات محسوبه ومرسومه. صح. نمره واحد طبعا ما تخليش اي حد يشوفك وانت بتاخد الفلوس. قول يعني حد هيشوفني يا دي؟ بقول لك احتياطي، ما تستقبليش كده. ما تقوليش اسئله سخيفه كده. طيب شوفني. بص نمره اتنين، يبقى معاك عربيه سايبها بره علشان تقدر تهرب فيها بسرعه بدل ما تجري على رجليك. صح، استلف عربيه صاحبي الحسن وتخليها دايره. ماشي تمام. نمره تلاته، ما تسيبش اي اثر يدل على انك كنت موجود هنا، بصمات بقى، اقدام، مش عارف الحاجات دي. واجب يا معلمه. أصمت ولا روحي يا حبيبي، تعال بالعجل. Thank you.
مديلها في الخزنة لوحدك؟ أنا مفتاح، أنا مديك 1000 جنيه في شغلانة ما تستاهلش 50 قرش. 1000 جنيه؟ ما أنا كمان مديك مفتاح كنز، أنا عاوز حقي بالمظبوط. وطي صوتك، وطي صوتك، عايش بيتك حبيبتي. اللي أنت عايز إيه؟ عايز إيه؟ النص بالنص، 50-50. ليه؟ نهيبة يعني ولا مال حرام ومال سايب ملوش صحاب؟ يا راجل إيه؟ أنت جننت؟ ده أنت اللي تبقى مجنون لو ما تدنيش حقي دلوقتي أهو قبل ما تزوغ. طيب خلاص هديلك اللي أنت عايزه. لا يا حبيبي، أنا عاوز حقي دلوقتي وأوام وهنا كمان. يا عم مفتاح، أنت جننت ولا مسطول؟ بره في غفرة، ما نقدرش نقسم هنا. نطلع كده بالسلامة بالهداوة وناخد كل حاجة. تظهر ما ينفعش معاك. مفيش حد غريب جوه يا رجالة. تبقى أنت صادق. يلا بينا نفضل قاعدين. يلا بينا. أنت من هنا على الشفاء. تعالى بينا. بوليس يا مدام، فين الباشمهندس عزت؟ حصل حاجة؟ أي خدمة؟ في حاجة؟ جوزك فين؟ إحنا معانا أمر من النيابة بالقبض عليه وبتفتيش الشقة حتة حتة. ده سافر اسكندرية بعد ما رجع من الشغل في مأمورية عائلية. قصدك راح يخبي الفلوس اللي سرقها من خزنة الشركة، 1,000,000 جنيه، ويا ريت على السرقة وبس. لا، ده قتل الغفير بتاع الشركة كمان. قتل؟ يا خرابي، عزت قتل؟ يا خرب بيتك يا نيلة، يا خرب بيتك يا عزت يقتل، مش ممكن، ده بقى شنو هيقتل؟ يا خرب بيتك، يا خرب بيتك. فتش الشقة حتة حتة وركن ركن. يلا يا خرب بيتك. لا حول ولا قوة إلا بالله، كان مستخبينا في انت كله. الله يرحمك يا عبد الستار، مسكين سايبكم لحم وكلهم صغيرين. منك لله يا باشمهندس. يا حبيبي اسم الله عليك، اسم الله عليك. مين دول يا ماما؟ وماما فين؟ جاي 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 يا حبيبي، ما تخافش. فتشنا شقة يا فندم، ما لقيناش أي حاجة، لا الفلوس ولا الباشمهندس. طبعا راح يخبي الفلوس، لكن هيروح مننا فين؟ أدي إحنا قاعدين من الصبح، إحنا ورانا إيه؟ دول 1,000,000 جنيه، مش كده؟ أدي قاعدة وسجارة كمان. Thank you.
كمان. اسكتي 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 اسكت انت اسكت انت. الحمد لله الحمد لله ربنا ستر. لا كنت هروح في داهيه لكن الحمد لله والله الاعمال بالنيات. حقيقي يا دينا يعني بركه دعاء الوالدين. انا بقى دلوقتي مش عزت. تقدري تقولي عليا المعلم عزت؟ ليه مفيش معلم. ديلينجر ديلينجر. ايه يا ابوني اسكتي 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 لما اقول لك. اسكت انت يا حبيبي. خلاص يا حبيبي هوديك امريكا وهتبقى باشمهندس ودكتور قد الدنيا. بس يا عزيزي هعوض صبرك خير يا حبيبتي. هلففك العالم ده كله. هوديك امريكا واسبانيا وانجلترا هنلف الدنيا دي كلها. فين الفلوس يا باشمهندس؟ فلوس؟ فلوس ايه؟ احنا عندنا ضيوف ولا المليون جنيه اللي سرقتهم من خزنه الشركه. انا شركتي انا ما سرقتش حاجه. ما سرقتش حاجه والله ده ظلم 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 وافتراء. اسمع يا عزت الانكار ده مش هيفيدك بشيء. فين الفلوس؟ خبيتها فين؟ دول مليون جنيه مش لعبه. مليون جنيه؟ معقوله يا حضره الظابط؟ معقوله يا دينا انا اسرق ارنب؟ ازاي؟ على رأي المثل حتى بيقول يعني إن عشقت عشق قمر وإن سرقت اسرق جمل مش أرنب. تتصبط؟ طب يلا بقى هتقع البوكس وهناك هنخليك إزاي تعرف تتكلم كويس. لا يلا غضوا عليه. لا أنا ما عملتش حاجة. لا أنا ما عملتش حاجة والله. لا أنا مليون جنيه فين يا عز؟ ما قلت لحضرتك القاتل الغفير سرقهم وهرب. لا بقى الغفر شافوك وانت بتقتل وبتهرب ولوحدك وكذبوك لما واجهتك بيهم المره اللي فاتت. يا بيه ما حصلش. ما قتلتش والله والله ما قتلت. انا كنت موجود فتحت الخزنه فعلا لكن هو اللي قتل وسرق الفلوس وهرب. انت فكرك هتهرب من العقاب يا عزة؟ ولا عايز تضيع الفلوس والفلوس هتضيع مننا؟ لا كان غيرك اشطر يا عز. صدقني يا سعاده البيه والله والله ما قتلت والله ما قتلت. يا بيه انا بريء. انا ليه ابني بجري عليه ماليش غيره. حرام عليك يا بيه والله صدقني بريء بريء بريء. ويستمر حبس المتهم على زمن التحقيق. خدوا على الحجز الانفرادي مش عايز اي حد يتصل بيه وبالاخص مراته يا فندم. مفهوم مفهوم يا فندم. اتفضل قدامي. حصل ايه؟ ها؟ قول لي قالوا لك ايه؟ ابعدي يا هانم ممنوع تقربي منه. فوت قدامي. لا حول ولا قوة الا بالله. كان مهندس محترم ومحدش كان بيقول له تلت التلاتة كام. خليه يتربى وذنبه ايه الغفير الغلبان اللي ساب كم له ومقتله عشان الفلوس؟ عندي الشبكة الغفيرة إن وصلت مليون جنيه. الله ده أبو الشرع. وصحيح يا أبوك سرق مليون جنيه. مالك يا ابني في حاجه؟ العيال بيقولوا لي ابوك حرامي. وانت صحيح ابوك حرامي؟ الانكار مش هيفيدك يا عزت فاهم؟ يا فندم انا بريء والله والله بريء. يا فندم انا عندي ابني ومراتي مفيش مالهمش غيري. انا بريء والله والله. خدوا العسكري على الحجز. حاضر يا فندم. نفذ الامر ده. حاضر. Thank you.
يجيبلي شريك تاني علشان يهرب من حبل المشنقة. بس مين هو الشريك ده؟ مش راضي يقول على اسمه. يعني عاوز يخدعنا عشان نضيع وقتنا في البحث عن شريك وهمي وبكده نضيع مليون جنيه. طب والعمل؟ عموما يا فندم احنا واضعين خطه ومتابعينها كويس قوي، وانا شخصيا مجند نفسي ليها. بس انا مضطر اقدمه للمحاكمه والمحكمه تتصرف معاه. ازاي يا فندم قبل ما يعترف على مكان الفلوس؟ ما هي دي مهمتك بقى يا رجائي بيه. انا تحت امرك يا فندم. بس اولا مش لازم عزت يتفرد بمراته ابدا، لانه لو انفرد بيها جايز ان هو يقول لها على مكان الفلوس، وفي الساعه دي ممكن تهرب بالفلوس. فعلا فعلا مش لازم ينفرد بيها ابدا. ثانيا بقى يا فندم، مراته دينا احنا بقى بينها كويس قوي، بتروح فين، بتيجي منين، بتقابل مين، طبعا كل ده بدون هي ما تشعر. وبعدين ثالثا بقى وهو الاهم، شقت عزت او دينا على الاصح احنا بنفتشها من وقت للتاني، وبنلاقي عليها الخناق، مش عايزين نديها اي فرصه للهرب، لانها جايز تكون عارفه طريق الفلوس ومدكنه عليها. كل شيء محتمل. واذا ما ظهرتش الفلوس فورا يبقى فعلا له شريك وهرب بيها، وجايز بالفعل ان الغفر ما شافهوش، لكن في السعاده بقى مش هيفرق من ايدينا ابدا. على العموم مهمتك يا بطل معانا، وربنا يوفقك ان شاء الله. بالتوفيق. شكرا يا فندم. يا شويش يا شويش يا شويش، ايه الدوشه دي؟ الله يخليك، عايز اقابل وكيل النيابه. ما كنتش عايز هترفع يا شريك اللي كان معاك؟ الله يخليك، وديني اقابل وكيل النيابه الله يرضى عليك. حاضر، اما اديله خبر. يا سعاده البيه اعملوا معروف، انا قتلت صحيح لكن ما سرقتش، صدقوني يا عالم. امال فين الفلوس؟ مالناش عرفني، ما تسالوا الباشمهندس. انا اتفاجئت بالغفير جاي عليا، طلعت مني رصاصه من المسدس غصب عني، صابته، سمعت رجلين جاي عليا، خفت، هربت، طلعت هجري، قلت امسكوني. يا سعاده البيه انا قتلت صحيح لكن ما سرقتش. امال الفلوس راحت فين؟ ما تسالوه. هو مين؟ القتيل. خدهم على الحبس. القضية دي معقدة جدا، وأنا مضطر أقدمهم للمحاكمة والقاضي يتصرف معاهم. عزت. إيه؟ عزت. ممنوع كلام مع المتهم يا مدام، اتفضلي استريحي. هشام ازيك؟ كويس يا حبيبي. ازيك هشام، خدي بالك منه. حاضر. عايزة حاجة؟ محكمة. بعد الاطلاع على ملف القضية رقم 134 جنايات قسم الدقي لسنة 83، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم الأول عزت رؤوف وهدان بالأشغال الشاقة 10 سنوات، أشغال شاقة مع الشغل والنفاث. وعلى المتهم الثاني فرد مفتاح فرد بالأشغال الشاقة المؤبدة. رفعت الجلسة. أنا قتلت صحيح لكن ما سرقتش. هشام يا دينا صدقوني يا عالم. هشام فعنيا يا حبيبي، فعنيا. ما تشدي حيلك كده يا مدام. أشد حيلي يا بيه، دول 10 سنين مش 10 دقايق. يا ستي حلال عليك الفلوس، هتتمتعي وتهيصي بيها لوحدك. فلوس ايه يا عالم، سيبونا في حالنا بقى، حرام عليكم، حرام عليكم يا ناس. هشام يا دينا ما تقوليش للشام أنا فين، خدي بالك من هشام. يتربى في سجنك إن شاء الله. يا ناس يا عالم، مش عاوزين تصدقوني ليه؟ انا قتلت صحيح لكن ما سرقتش. ما سرقتش، ما قتلتش، خوتني بما سرقتش وما قتلتش دي. امال مين اللي خد الفلوس؟ القتيل تاني. هو كله من زناخة مخك وطمعك. 50-50 الصبر مفتاح الخزن، هو الصبر بقى مفتاح السجن. تأبيد ان شاء الله عشان تنبسط. يا عالم ياهو ياهو، صدقوني. يلا طهو، يلا طهو، فوت يا اخوات. يلا اتفضل اتفضل. يلا طهو. العيال هناك بيقولوا لي يا
ابن الحرام اللي سرق المليون جنيه وقتل الغفير. انا مش رايح المدرسه دي تاني. تعالى بس تعالى هنا. ما تصدقهمش. لا دول كدابين. ابوك اشرف اب في الدنيا، لازم تروح المدرسه وتحط صوابعك في عينيهم. انا لسه دافعه لك المصاريف الشيء الفلاني. امال بيقولوا لي ابوك حرامي ليه؟ ده حتى المكواجي اللي في اخر الشارع بيقول لي ابوك خبى الارنب فين. قولي لي يا ماما، هو بابا سرق فلوس ولا ارانب؟ ابوك ما سرقش حاجه، وكفايه بقى انا مش ناقصاك. طب بابا فين؟ ما بيجيش البيت ليه؟ ابوك مسافر. مسافر؟ مسافر فين؟ مسافر بعيد، بعيد قوي. دلوقتي بتعيطي ليه؟ سمعت دي؟ بيقول لك واحد طلع على المعاش ما عرفش ينزل. خلاص يا هوش صدقوني صدقوني، انا قتلت صحيح لكن ما سرقتش. سرقت ولا انا؟ اهلا اهلا يا سمر. اهلا. تهمتك ايه انت كمان؟ سرقه ولا نشر؟ قتل ولا مخدرات؟ ما اعرف. لا ما احنا لازم نعرف. ما اعرفش والله ما اعرف. ما تعرفش؟ امال جاي ايه؟ سياحه؟ كلش جاي بعثه. بقول لك ايه يا زومل، فضفض قول كل اللي في نفسك، احنا هنا كلنا نعرف بعضنا كويس قوي. من طاطا للسلام عليكم. قول ما تخافش، قول تهمتك ايه؟ جاي هنا ليه؟ ازاي؟ وعشان ايه؟ كلم. عدو ولا حبيب؟ انا اسمي عزه، باشمهندس عزه. اهلا، عاشت الاسامي. ايه تهمتك؟ لا بسيطه، سرقه وقتل. يا ابن الايه؟ الجوز؟ الجوز. الله، ده اول ما شطح ما قطح. يا جماعه ده مش وش كده، ده ابن زواد، ده ابن زواد وباين عليه سامبوتيك. ايه سامبوتيك؟ سامبوتيك. ما احنا كلنا سامبوتيك، ولا هو اللي ابن ناس واحنا ولاد ارندالي؟ يا جماعه عايزين نعرف الاول هو سرق ايه وقتل مين؟ عشان نبقى على نور. بصراحه انت سرقت ايه وقتلت مين؟ لا قتلت كده 15 غفير. ايه 15 غفير؟ يعني قتلت الفريق كله والاحتياطي كمان. بقول لك ايه، هيلعبوا الزمالك امتى؟ المهم اتغلبتوا كام؟ ايه قصدي سرقت كام؟ لا مبلغ بسيط هايف، مليون جنيه. مليون جنيه؟ يا لهوي، مليون جنيه؟ تصدق بالله لو معايا ربعه، ربع المليون ده كنت خليتهم حبسولي في شيرته. الكلام ده لو معايا بقى. امال هما راحوا فين؟ خدهم بقى الله يمسيه بالخير وكت. يا ناس ياهو، صدقوني انا قتلت صحيح لكن ما سرقتش. اخص على كده، يعني طلع طفل صاحبك فلسع بالفلوس ولبسك انت التهمه. هو منه لله بقى في اللي عمله. بصراحه يا جماعه بصراحه كده انا لا قتلت ولا سرقت، هو اللي قتل وهو اللي سرق وخد الفلوس كلها. بالراحه علينا شويه، تلاقيك مدكن الفلوس لغايه لما تخرج. وايه اللي يخليه يستنى اما يخرج؟ ما جايز يهرب، دول مليون جنيه يا جدعان. على كل حال يا خبر النهارده بفلوس بكره يبقى ببلاش والحقيقه تبان. ايه الدوشه دي كلها؟ الله، هو الواحد ما يعرفش ينام في بيته؟ ما تخلص زاد منك ليه؟ ده سعاده البيت بقى مين؟ صاحب العماره اللي احنا فيها ولا ايه؟ لا لا لا، ده المعلم عباس. فتوه العنبر ده كله. بقول لك ايه، ده اكبر تاجر مخدرات في البطنيه ولا يهمك. واخد بالك ده حكايه كبيره قوي، ماين معاه احسن، ده راجل بحبوح وما يحبش المكلكعين، بيفخز بيهم الارض. وسعادتك برضو من رجال الانفاس؟ عيب عيب عيب، مش من اولها كده، محسوبك نشال. نشال؟ امال. اهلا اهلا. بس مش نشال عادي. امال ايه؟ انا اكبر نشال على مستوى المديريه كلها. لا باين باين. مديريتي ايه؟ مديريتي هتكون مديريتي ايه؟ مديريه الامن. الامن الغذائي.
مش قلت هتخلص منك ليه؟ ايه؟ اصل في عريس جديد شرف هنا وعايزينك تعتمد يا معلم عباس. مالته ايه؟ امتياز مع برج الشرف. ما تيلا قدم مستنداتك. الله، يعني ايه قدم مستنداتك؟ مستنداتك يعني تقول له جاي هنا ليه وايه تهمتك. يلا خليه اعتمدك. ما تيجي يا ابني خليني اعتمدك. ما تروح له معتمدنا كلنا. يلا 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 تعالى. اسمي الكريم ايه؟ عزت روف وهدان. واسم منطق صافي نازل المانستير. ايه يا بنتي انت مالك واخدها جد كده ليه؟ انا لو منك ولا اشتغل ولا اتعب نفسي. يا سلام، وعيش منين وربي هشام ازاي؟ بطلي بقى الحركات دي، الراجل اتحبس وخلاص وساب لك المليون جنيه. انا لو منك اطلب منه الطلاق واشوف نفسي. من فضلك بقى كفايه كده، انت كل يوم هتفضلي تنبطي عليا؟ ثم انت سايبه شغلك وقاعده ترغي معايا ليه؟ اتفضلي يا اختي قومي شوفي شغلك. يا سلام. قال يعني؟ قال يعني ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب، محدش مصدق ان انا معرفش مكان الفلوس. منك لله يا عزت، يعني لو كنت قلت لي مكان الفلوس مش كنت وفرت عليا البهدله دي كلها. يا مدام دينا. ايوه يا فندم. من فضلك عايزك لحظه. حاضر. ايه يا فندم، تحت امرك. شوف يا بنتي، انا هكلمك بمنتهى الصراحه. اتفضل يا فندم. انت عارفة ان شركتنا لها اسم كبير ومحترمة وزباينها ناس كبار وبيثقوا فيها وبيثقوا في موظفيها. ايه يا فندم عارفة، هو حصل مني حاجة غلط لا سمح الله؟ مش انت اللي حصل منك، اللي حصل من عزة جوزك، اللي عمل تأثير كبير. ما فيش زبون جه المكتب الا ما سألني عليك وعن جوزك اللي قتل الغفير وخد المليون جنيه، وخصوصا مع لما طلع صوتك في الجرايد يوم الحادث وعملت فضيحه كبيره. وايه اوامر حضرتك؟ بكل اسف انا مضطر افصلك من الشركه. افصلني؟ وعيش منين انا وابني؟ مش كفايه جوزي في السجن؟ ده حرام يا بيه، حرام والله. تعيشي منين؟ تعيشي منين ازاي وانت مليونيره يا دينا هانم؟ حتى انت يا سياده المدير. من فضلك سلمي الاوراق والملفات اللي عندك لمدام هدى. انا مضطر اقول لك ان انت مرفوده من دلوقتي. اتفضلي ما تضيعيش وقتك. قال تعيش منين؟ قال وهي معاها مليون جنيه. ده مجرم زي ابوه هادي دلوقتي. بقى مليونير ومحدش عارف يكلمه. الحق موز جاي موز جاي. ولد سيب ولد. المدرسه دي بتاعت ولاد ناس محرمين، مش بتاعت لصوص ومجرمين. فضل روح هات ولي امرك. ولي امر في سجن يا شيخ. عارف مش هعرف المدرسه غير لما يجي ولي امرك. ولا يهمك يا حبيبي، بكره هفتح لك مدرسه خصوصي. بس انا محب المدرسه اللي انا فيها، ده انا بطلع الاول على الفصل وعايزه ابقى مهندس. وهتاخد الدكتوراه في الهندسه من امريكا باذن الله يا حبيبي. يا سلام، هو احنا عندنا كام هشوم؟ يلا حبيبي خش اوضتك، يلا اعمل الواجب، وانا بكره الصبح اروح للناظر بتاعك ده هو والتلامذه بتوعه وهزقهم وافرج عليهم الدنيا. حاضر يا ماما. استغفر الله العظيم يا ربي، حتى الواد طردوه من المدرسه. مش عارفه اعمل ايه بالظبط. اهلا يا سعاده البيت، تحت امرك. عايز ايه تاني؟ ازيك يا مدام دينا؟ اتفضل فتش الشقه. يا انت واثقه قوي ان الفلوس مش هنا؟ يا بيه الله يخليك، انا مش ناقصه وجع قلب. الشقه تحت امرك، فتش وقلب فيها زي ما انت عايز. فتش الشقه حته حته وركن ركن. يلا مدام دينا، علشان مصلحتك ومصلحه جوزك ومصلحه ابنك كمان لازم تدلينا على مكان الفلوس. ساعتها بقى يا مدام دينا
يمكن الامر يتغير بالنسبه لي وبالنسبه لجوزي كمان. والله ما اعرف يا ليه، والله العظيم ما اعرف، ثلاثه بالله العظيم ما اعرف يا عالم. ازيك يا سعاد؟ ازيك ازاي عايده وشوقيه ونفسي كلهم بتسيب ازاي يا نفيسه؟ ازيك يا سابع؟ يا سيدي كله السابع مش سهل قوي يا نفيسه، انا مش فاهم انا يا شاهين. معلش يا اخويا اسال ايام كل شيء هيبقى ازاي يا عيال؟ هو يسلموا عليك البنت عامله ايه؟ خدت العناديه؟ الحمد لله وخدت 90%. يا عيال الواد الصغير عامل ايه؟ مش كويس؟ طيب سيبك من مذاكر الحمد لله كويس. يا عزت يا عزت يا عزت يا عزت ممنوع من الزيارة يا سيدي. ممنوع من الزيارة ليه؟ فين المأمور؟ انا عايز المأمور. اتفضل يا رحيل. ايوه عالم عباس. بقول لك ايه؟ ايه؟ يظهر الست دي مرات الواد عزت بتاع الارنب، ضروري تكون هي جايه تسال عليه وتزوره. بس ده حلو قوي زي لقطه القشطه. حلوه؟ لا يا جدع عادي، نحن هنا رحمه. طب تعالي لي هنا، تعالي لي هنا، ولو جبت سيره واحده تاني اقطعي لساني. ده القديمة تحلى ولو كانت واحلى. مش معالك يا معلم، عليا النعمة انت معلم هزر. يا عبدالك اتفضلوا يا سيادنا. مع السلامة. مع السلامة. سيادة الهيب. خلي بالك من الناس. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. احنا لا يمكن نمنع سجين من زيارة اهله ابدا، لان ده يبقى شيء غير انساني. ايوه يا فندم، امال يعني عزت ما خرجش زيارة مع المساجين زمايله ليه؟ اصل عزت له ظروف خاصه بقضيته ولازم زيارته تكون تحت الملاحظه. امرك يا فندم. على العموم دلوقتي حالا هتشوفي جوزك وتقابليه. تمام يا فندم. هات لي السجين عزت رؤوف وهداه. حاضر يا فندم. اتفضلي يا فندم. اتفضلي السلام. لا متشكرة. اتفضلي اتفضلي. ادخل. المسؤول عزت يا فندم. طب سيبه واخرج انت. حاضر يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح النور. اتفضلي. متشكرة جدا، ربنا يخليك. ازيك يا ديب؟ ازيك انت يا عزت؟ اهو شدة ونزول. عاملة ايه؟ انا تعبانة قوي. هشام عامل ايه؟ هشام تعبان قوي، راخر طردوه من المدرسة. اوعى تكوني قلتي له ان انا في السجن. لا انا ما قلتش، هما صحابه ضربوه في الحوش وقالوا له ابوك حرامي. انا حرامي؟ انا حرامي يا دينا؟ لا لا أنا حرامي، ربنا شاهد عالم انا حرامي. اه والله ربنا هو اللي علم انك انت مش حرامي، بس العيال قالوا له ان انت حرامي وراح ضرب الواد فطردوه من المدرسه وانا فصلوني بالشغل. والله زهقت البيت. امال عامله ايه؟ مش عاملة. عايشة منين؟ مش لاقية، ما عايش فلوس خالص. عايش فلوس؟ ما عايش ولا تعريبة. عايش فلوس يا بني؟ عايش منين يعني؟ عايش منين؟ بدور على شغل مش لاقية شغل. فين؟ فين ايه؟ فين الوظيفة اللي الواحد يلاقيها دلوقتي؟ وظيفة ايه يعني؟ اقدر اقول لك وتلاقي وظيفة فين دلوقتي؟ ما كانش حد غلب يا بيه، ما كانش حد غلب لو كانت الوظائف سهلة واقول لها فين الوظيفة؟ صعب. ما طب انا هعمل ايه يا عزت يعني هدور اشحت على القهوه انا وابنك يا عزت؟ انا عايزه اي فلوس. خدي بيعي التبله دي. خدها يا بنت. بيعي التبله، بيعي حتى ما ربنا يسهلها ويفرجها غيرها يا رب. مفيش حاجه تانية غير التبله تنالي. يا حرام، حرام عليكم، انا مش قادر. رجعني الله يخليك، ربنا يخلي لك ولادك، رجعني الزنزانه تاني، مش قادر استحمل. مع السلامة يا عزت. فين؟ الزيارة خلصت يا فندم كده؟ أيوة. كسبنا صلاة النبي. سلام عليكم. Thank you.
ايه مالك يا ست؟ صح لغايه دلوقتي ليه مش جايب هموم؟ تعبان يا نوفل، تعبان. ومن سمعك كلنا في الهوا سوا، ده قدر ومكتوب على الجبين يا اخويا. اسمع يا نوفل. ايوه. انت الوحيد اللي بثق فيك في وسط العالم الغجر اللي هنا دول. القلوب عند بعضها عزت. اسمع. انا بفكر اهرب. ايه؟ بفكر اهرب. يخرب بيتك تهرب. تهرب تروح فين؟ انا لازم اخرج يا نوفل، لازم لازم اشوف مراتي وابني. تعبانين قوي يا نوفل ومش لاقين ياكلوا. عزت انا مقدر ظروفك وعذرك، وانا عندك فكر. انا الشهر الجاي ان شاء الله هخرج افراج واحطهم في عينيا الاتنين، بس قول لي عنوانهم فين. صحيح هتخرج الشهر الجاي؟ صحيح يا نوفل. ان شاء الله بدون مقاطعه. كفايه قضيت هنا 3 سنين بلاقيهم وانا بعيد عن انعام اورامي. انعام اورامي؟ تطلعي لي مراتك؟ لا مش مراتي، ده الجو بتاعي. بنت اركست رقاصه من محمد علي تشيب. اسمع يا نوفل، انا هكون صريح معاك. وانا كمان احب الصراحه يا عزت. توعدني لما تخرج تاخد بالك من مراتي وابني، يعني بالعربي تقدر تصرف عليهم، وانا اوعدك اي قرش هتصرفه عليهم هدي لك قصاده 10. عيب يا عزت. دي ايه؟ مش رقبتي اهي اهي، وبطلبها قدامك في السجن. رقبتي سداده وهحطهم في عينيا الاتنين. الله يخليك. بس انا عايز اقولك حاجه عشان خاطري، بلاش تهرب. ما اقدرش يا نوفل، ما اقدرش، لازم لازم اهرب. ما اسيب المليون جنيه لمين؟ الله، انت حاطط الفلوس في حته عزت؟ محدش يعرفها غيري. سيب لي الحكايه دي ولا يهمك، واللي فيه الخير بقى يعمله ربنا. انتوا بتردشوا في ايه كده بقى بالصلاه على النبي؟ مفيش حاجه معلم. الله، احنا بندردش في كلام فارغ. الله، الليل في السجن طويل، خصوصا اللي له ناس وعزاز بره وسايبهم من غير حد. طب يلا كل واحد على سريره، خلينا نعرف ننام. الله، واللي مش جايله نومه يا معلم عباس؟ بسيطه، ياخد له خطتين في دماغه يعرف ينام. نام يا عزت. مش انا نمت، ده انا نمت من الصبح. او كده مساجين تخاف ما تختشيش. اهلا وسهلا. ولا اهلا ولا سهلا. يا ساتر، احنا عايزين فلوسنا. معلش يا معلم اصبروا شوية. يا ست هانم، صاحب العمارة عايز فلوسه النهاردة، وإذا ما دفعتيش هيعمل حجز على العفش وهيبعت لك إنذار بالإخلة. وأنا أصحق الله بالاستهانة. طب أنا الله يقطعك، أنا ناقصاك أنت راخر. لو سمحت بقى إدينا الحساب، أنا ورايا شغل. يا معلم اصبروا شوية، يومين اتنين بس. طلعي الفلوس اللي مدكناها وإدي كل واحد حقه. فلوس إيه يا جدع أنت؟ بلاش كلام فاضي بقى. الله، ده هتستعبط بقى، ما الناس عارفة كل حاجة. بقول لك إيه، أنا مش عايزة طولة لسان، اتفضل بقى مع السلامة وأعلى مفخلك اركبه. كده؟ طب بينا يا جماعة نروح لصاحب البيت يضيف حسابنا على حساب الشقة ويبيعها العفش. بينا يا معلم. بينا. لمتوا بعض يا اخويا. بينا. امك تنمر المحشي. تلاتين جنيه استهالة. 30 جنيه ايه يا عم؟ 8 تيرات على فساتين قطيفه وحرير ب 30 جنيه، ده انا مكلفه الواحد بس تفصيل 50 جنيه. ايوه بس دلوقتي بقوا ملايير. هات هات. اتفضلي. فضي الشنطه واديها لي. يلا. تاخدي فيها الاخرى 3 جنيه؟ 3 جنيه ايه يا عم؟ 5 جنيه. يا عم هات الشنطه، هات الشنطه بلاش افتره. مع السلامه. الله، امال فين
الاكل يا ماما. مش نزلت عشان تشتري الاكل؟ اهو يا حبيبي جبت لك لحمه هي كلها ربع ساعه وتتسوي. لسه هستنى، ده احنا من امبارح ما تعشيناش. يا حبيبي دلوقتي تاكل لما تشبع. طب بسرعه يا ماما. حاضر يا حبيبي. انا كنت بشتغل في شركه سياحه قبل كده، بعرف اكتب اله كاتبه وشورت هاند وكل حاجه. يا ست انا قلت لك اسف ما عندناش شغل. اعمل معروف يا ساعتين. يا ستي خلينا نشوف شغلانة عاملة معروف. لا ده شغلك هيعجبك هنا قوي. الله يخليك يا استاذ، انت هتنبسط مني جدا والله، انا مجتهده جدا في الشغل. لا والحوافز. حوافز ايه؟ في حوافز اخر السنة. الله يخليك يا بيه، انا عارفه ان في حوافز. لا تعالي في ايه؟ الحوافز. لا ما انا همشي بقى عشان هيعجبك قوي. اصل الواد ابني بقيت لقسان. الحوافز دي تبرمها وتحطها في عينك. يا استعان امك يا الحوافز يا مدام. واحد نجا فيها كريستال مكونه من 24 لمبه، اوضه ستيل، سفره في 6 كراسي. يا ماما هنفضل ناكل كده على طول؟ عدس وفول وطعميه. يا اخويا احنا لاقيينهم. كل يا هشام كل. ربنا ما يوريك الشقه يا ابني اللي انا شفته قبل ما جبت لك اللقمتين دول. ماما هو بابا فين؟ ده غاب قوي. غاب قوي وهيغيب اكتر. قدامه شغل كتير قوي قوي، لما يخلصه هيبقى يجي. ترى انت فين دلوقتي يا عزت وبتعمل ايه؟ نوبل بلع نوبل. ايوه انا افراد. الله يخليك، الحمد لله اتفاجئ. مبروك مبروك يا نوبل. مبروك يا نوبل. مبروك يا نوبل. مبروك يا نوبل. الله يخليك يا عم عباس. الله يخليك عمرك بعد عمر طويل ان شاء الله. الله يخليك يا نوبل. بسلم على نوبل. الله يخليك ان شاء الله. قول له يا عم عباس بيسلم عليك. الله يخليك. مع السلامة. الله يخليك. مع ألف سلامة وألف مبروك. الله يخليك. ألف سلامة. أشوف وشك بخير يا عزت. أوعى تنسى. اوعى تنسى هشام ودين. الله يخليه. عيب دول في عينيا. في عينيا يا عزت. في عينيا في عينيا. عزت ما تقول لي مكان الامانه فين بقى. بس خلاص بلاش. سلم على امك. ¡Gracias!
المظبوطه توتا 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 يلا يا فرطوطه. صحتك يا نوفل يا برعي. في صحتك يا انعام يا قرني. لا كل سنه وانت طيب. انا ما صدقت ربنا تاب عليا من الاسم ده ومن شرع محمد علي. انا دلوقتي اسمي زيزات. نعم اسمك ايه؟ زيزات. احب النبي. ونازله في اوضه سته 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 في الهوليداي. يخرب بيتك يا بنت صدقت بالله ما عرفتي مكانك. الواد بحر قابلني بالصدفه، بحر الطبال بتاعك جابني على هنا على طول. وخرجت من السجن امتى يا نوف؟ لسه دلوقتي بعلامه البرج طازه. مشتاق لك يا جميل. ايه الساعه دي؟ مش من مقامك ابدا. ناوي تعمل ايه يا نوف؟ كل خير يا قمر. وحشني قوي يا جميل. تشوفش وحش يا اخويا. هيحصل هيحصل ومش هشوف وحش تاني ابدا. الدنيا هتحلو قوي وهتبقى اخر فل. تلاقيك لقيت لك كنزي ولا الايه؟ هيحصل يا جميل. هو ايه اللي هيحصل؟ هيحصل وهلاقي كنز قريب قوي. فزوره دي ولا ايه يا نوفل يا برع؟ ايوه فعلا فزوره يا ست انعام يا قربي. حكايه لها العجب. احب اسمعها. وانا احب اسمع حالك في سته 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 على رواق جميل. الحيطان هنا لها ودان. اديني ما تريحنيش. يا عيني يا عيني يا الله يا الله يا قلبي يا قلبي يا ده البرش هنا نايله في نايله. عجبه يا عيني. ايه العظمه دي كلها يا واد يا قبها؟ والله كنا في جره وطلعنا لبره. يا سيدي عقبال امالتك. هيحصل هيحصل ان شاء الله. بس ادعي لي يا بت، ادعي لي الاقي المكان اللي فيه الارنب. دي حكايه عجيبه يا نوفل يا برع. مش قلت لك يا انعام يا قرني؟ بس انت ما عرفتش تضحك عليه في السجن وتعرف مكان الفلوس فين. اضحك على مين؟ ده واد ابن هرمه، ده ضحك على الحكومه كلها، ما قدروش ياخدوا منه لا حق ولا باطل. مليون جنيه؟ ده الواحد يعمل بيهم عمايل. ما احنا بقى لازم نفكر سوا ازاي نخبط المبلغ ده منهم. بس دي لعبه عايزه لها تكتيك جامد وروقان بال. نروق نفكر، احنا صويع، احنا ورانا ايه؟ بس انت متاكد ان مراته ما تعرفش مكان الفلوس فين؟ ما اذا كانت مراته تعرف مكان الفلوس ما كانش عزة جوزها دخل لي منه شريك. ده وصاني عليها وعلى ابنها. معقوله يا نوفل يا برع؟ طب وانت هتروح لدينا امتى؟ بكره تمارو. مسجون مخبي الفلوس ومراته مش عارفه مكانها واحنا عايزين نخبطهم. طب ازاي دي تيجي؟ حلاوتك هذا هو السؤال، ازاي دي تيجي؟ نفكر يا نوفل يا برع. ما تاكل من ده يا حبيبي، ده طعمه حلو قوي. فول فول برضه يا ماما، ده انا قربت انها من كتر اكل الفول. معلش لا مؤاخذة، مش دي شقة الباشمهندس عزت؟ ايوه هي. نعم يا سيدي. مخبر تاني من رجالة الضابط رجائي ولا ايه حكايتك؟ فلا الله ولا فعلك يا شيخة. لا اللهم اجعل كلامنا خفيف عليهم، اللهم اعميهم عننا لا مؤاخذة. امال انت مين؟ محسوبك نوفل برع نوفل، زميل الباشمهندس عزت. زميل عزت في الشركة بقى؟ لا مش الشركة اياها اللي قصدك فيها، لا التانية بقى، شركة كبيرة قوي اللي بيكسروا فيها الحجر غصب عنهم. حاجه بلاش كده. قصدك زميله في ال. براو عليك لا مؤاخذه، براو عليكي. اهلا 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 اهلا. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ده 100% بقى هشام ابن الباشمهندس عزت. الله انت تعرف ايه اللي اعرفه؟ ده انا اعرفه عزت عارفها، ده احنا كده زمايل الروح بالروح. يا كريم مع بعض اكل عيش وحلاوه وجبنة ولحمه وخضار كل الاكل. طب هو ما جاش معاك ليه؟ اصل لا مؤاخذه عنده شغل كتير قوي، جبل بحاله هيكسره ويجي على طول. ده وحشني قوي. بابا بعت لك لعب كتير قوي وبعت لك كمان الكباب ده. يلا كله هايص يلا قبل ما يسخن. خد الكباب حطه على الطعميه دي
يلا كل. كده الواحد قرف من اللي ما يتسماش ده. حبيبي بقول لك يا استاذ. ايوه شويه بس. تحت امرك قوي. اتفضل. هو حضرتك زميل عزت بجد؟ امال يعني جاي هنا من الطاقه للباب. من الطاقه للباب. وحضرتك بتشتغل ايه بالظبط؟ نشال بس على مستوى. انا مؤكرم يا فندم. الله يخليك يا عقبال عندك. الله يخليك يا بيه. هو يعني عزت ما قالش حضرتك تقول لي اي حاجه؟ والله وصاني اخد بالي منكم ووصاني بالبيت، يعني اصرف على البيت لغايه ما يخرج. هتصرف على البيت؟ حضرتك هتصرف على البيت 10 سنين لحد ما يخرج؟ لا مش كتير كده، ده اصله بيفكر يهرب. يهرب؟ عشان يطلع الفلوس اللي مخبيها ويكت انت وهو والولد على اي بلد حدش يعرفه فيها. هو قال لحضرتك كده؟ امال يعني في امل انه يهرب؟ لا ما دام معاه فلوس يبقى في امل كبير قوي. طب انا هعرف ازاي بقى لما يهرب؟ اكيد لما يهرب مش هيجي على هنا عشان هيخاف من البوليس هيكون مراقبه. لا اطمني من الحته دي قوي، انا كل اسبوع بروح السجن. يا خبر، بيقفشوك بسرعه كده؟ لا اصل انا بروح زياره لاصحابي وحبايبي المهندسين المساجين هناك، وهعرف لك ان شاء الله اذا كان هرب ولا لا. طب عزت ما قالش حضرتك تقول لي حاجه تانية يعني؟ لا هو اعطاني بصي القرشين دول اوصلهم لك وان شاء الله كل يوم والتاني هتلاقيني عندك اشوفكم عايزين ايه. ربنا يخليك يا رب. ما تعرفش انت جيت في وقتك ازاي، انا ما كنتش عارفه اتصرف ازاي ولا اجيب اكل منين، ده حتى الواد كان مش قادر ياكل خالص وفلوس العفش اللي بعته خلصت كلها. لا حول الله يا رب، ربنا كبير. استأذن انا بقى. والنبي خليك معانا كل لقمه بقى معانا. لا ده انا هاكل عند انعام غرني. ده مصمت؟ مصمت ايه؟ الله يجازيكي. انعام غرني دي الجو بتاعي، اركست في شارع الهرم عاملاني ملوخيه بالارانب. اركست؟ اركست كبيره على ودنه. طب انا استأجز انا بقى. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. على السلامه. الله يخليك. اهلا اهلا يا نوفل. الله يخليك. والله وطمر فيك العيش والعدس يا نوفل. بقول لك ايه يا معلم عباس؟ ايه اخبار الجدع اللي اسمه عزه؟ لسه مفيش حد بيزوره برضه؟ تقصد الباشمهندس بتاع الارنب؟ مش حاول يهرب وقفشوه؟ قفشوه؟ لا حول الله يا رب، يعني مش هيقدر يهرب تاني؟ اذا كنا احنا مش قادرين نهرب يقوم هو يقدر يهرب. زعلتني يا اخي، زعلتني قوي. يلا الجاي، يلا ما تكون انت هو. إذا كان العمر بينتهي تبقى الزيارة مش هتنتهي. هانت يا معلم عباس ولا يهمك، كلها 22 سنة وتبقى ببيتك. السلام عليكم. مع السلامة يا نوفل. مع السلامة يا نفيسة. شد حيلك يا أخوي، خلي بالك من نفسك. خدي بالك من العيال. قاعدة في عيني. مش مروح؟ أمال يعني هخش السيبة؟ طب تعالى يا طمع. للاسف لا. طب انا هعرف مكان الفلوس ازاي ان شاء الله؟ مفيش حاجه، تروحي السجن تزوريه وتعرفي منه مكانها بالظبط. ما كانش حد غلب يا بيه، ما انا رحت ومنعوني 100 مره، وحتى يوم ما بيخلوني اقابله يفضلوا قاعدين يراقبونا، لا بيعرف يتكلم ولا يقول لي مكان الفلوس ولا يحط حرف على حرف. طب ما هي دي المشكله، لو كان قال لي كنت قلت لك، لكن ده ما بيثقش في حد غيرك انت. لو كنت اعرف اخش له جوه من غير ما حد يراقبنا كنت عرفت مكان الفلوس وعرفت اتقوت انا وابني. مش لاقي ايه ده بس يا ربي. ما تعرفش
لك عامله يا جدع انت وتخش تقعد اسبوع ولا حاجه تجيب منه الفول. فول دي ايه تاني ادخل؟ تاني تدخل فيها ايه؟ هديك اماره. اماره؟ والله لو عطيتيني الشام يا ابني وحطيته قدامه كده وقلت له دي اماره من مراتك يرفض على طول. ما هو لازم حد يبقى معاه جوه عشان يعرف مكان الفلوس. قديم ما انا لاقيها لك، لازم حد يكون معاه جوه عشان يعرف مكان الفلوس. لازم معاه جوه عشان يعرف مكان الفلوس. ايه احنا عارفين لازم حد يكون معاه جوه عشان يعرف مكان الفلوس. ايه هنسمع محفظات عشان يعرف بس. ايه لقيتها؟ لقيتها. لا ما تبصليش، ابويا مات. ابوك مين؟ ابوك ما ينفعش جوه يتوب. معلش اخوات رجاله كمان يخش. ما ينفعش. ما اقدرش اقول لحد من قرايبي عشان يخش يعرف سر المليون جنيه منه. عايز اركز. عايز اركز. اسكتي. ايه قول. يا ها؟ الله الله الله. هو ايه؟ هو ايه؟ هو انت. انت. لا يا راجل. راجل ايه؟ لا يا راجل عيب ما تقولش كده. تعالي. انت اتجننت في عقلك. بقول لك انت اللي هتلبسي راجل وهتداري شعرك بطاقيه بكوفيه بحاجه وتطلعي جوه الاتوبيس تنشيلي اي واحد هوب شهر سجن. هتقعدي مع جوز جوه في الزنزانه هيقول لك على مكان الفلوس مليون جنيه. صدقيني. البس راجل وانشف الاتوبيس؟ ايوه تنشيل في الاتوبيس. واتقفش؟ واتقفش كمان؟ كمان. ده احنا بنركب الاتوبيس عادي وما بنسلمش. البس راجل واتقفش في الاتوبيس. اي حاجه تحصلي في الاتوبيس فوتيها صدقيني دول مليون جنيه. ايوه في حاجات ما بتتفوتش يا نوفل. البنات اللي زي دي ما بيفوتش يا نوفل. ما بيبقاش ضرب مباشر يا نوفل. ما تكلمنيش. الضرب بيبقى ملوي كده ومش صريح في الظروف اللي زي دي. بقول لك فوتي كل حاجه دول مليون جنيه. مليون جنيه صدقيني. بخش السجن. وتخش السجن. طب ما هيحلقوا لي يا فالح جوه ويشوفوا قفايا ويعرفوا ان انا سجن. بطلوها خلاص. بطلوها خلاص. اهو انا مش لسه خارج من السجن قدامك شعري قد ايه؟ ما بيحلقوش حد دلوقتي. شافوا قفاك جوه؟ وامروا ضرب لما حصل معايا سواد ليه؟ ايه رايك؟ فكره جميله. فكره مجنونه. بس طب هشام ابني اعمل فيه ايه؟ هشام في عينيا الاثنين. هشام هقعد معاه اعمل ودادة اب وام هنا في البيت لغايه ما يطلع شهر اتنين ثلاثه. مليون جنيه صفقه العمر صدقيني. بس قلب الام يا نوفل. شيل قلبك. بقول لك مليون جنيه. مليون جنيه. ما انا ممكن اتبهدل في السجن يا نوفل. انا عايز تتهزلي. ايوه انا سجن الرجاله يا نوفل. اخش سجن الرجاله؟ طب وايه يعني؟ مليون الشلبي دخل سجن النساء، حد عمل له حاجه؟ هو حد عمل فينا كده الا الفلوس؟ على العموم انا قلت لك على الفكره اللي هتجيب لك المليون جنيه اللي مخبيهم عزه جوزك لغايه عندك هنا. معقول يروحوا كده غلطه؟ انا لو منك اروح فيهم فتوكر مش في السجن. طب اسمع، انت بكره تاخد هشام تفسحه ولا توديه في اي حته عشان ما يشوفنيش وانا بحضر اللبس اللي انت بتقول عليه ده؟ وهو كذلك. طيب اخش ادب انا قميص على بنطلون على اي لبس رجالي كده. يلا بسرعه. لو يحصل المراد تبقى اتفتحت لك طاقه القدر يا نوفل. جميل هيركب اتوبيس نمره كام؟ الاتوبيس اللي يعجبك هركب فيه. انت هتركب نمره كام؟ يخرب بيتك دي هتلزق لي وتبوظ لي الشغل. على فكره انا مراتي جايه دلوقتي وبتغير عليا قوي وبتلعب كاراتيه. طب وايه يعني؟ طب ما انا جوزي بيغير عليا قوي وبيلعب طاوله.
جمعيه تعرف حاله يا مجرم. يا بوليس يا بوليس حرامي حرامي. يا اخي ما تعلمش القبعه اللي انت لابسه ده واعمل لي افندي وراك العيش حب الخفيه ليه يا جماعه؟ امكن ايده غصب جيب الراجل غصب عنه. يا جدع انت ما تتحشرش وحط ذاكر. شايفين البجاحه مصطوم واخدين على السجن والبهدله ده طول اسمع عشان يتربى. مين عليك انت اللي تفهم الوحيد فيهم والله العظيم. فين الحرام اللي سرق المحفظه؟ انا ليه؟ وكمان بتعترف مش خايف من السجن والبهدله؟ ما هو ده مكتوب علينا بقى، ربنا يكتوب علينا بيه. فوت قدام على اسمي يا مضرب. انا عايز ساعتك بس اتفضل ساعتك بس. لا حول ولا قوه الا بالله. انا؟ ايوه انت، انت. ايه مش عارف اسمك؟ لا بيه انا بفتكر اهو. انت يا جدع اسمك ايه؟ اسمي حنفي السيد حنفي. وبتشتغل ايه يا حنفي؟ نشال يا بيه. عندك سواق قبل كده يا حنفي؟ لا بالحقيقه اول مره مبتدئ يعني. على العموم هنعرف من صحيف السواق. خد العسكري اعمل له فيش تشبيه ورحله على النيابه. حاضر يا فندم. يلا وحياة والدك قبل النيابه ما تقفل يعني. انا في حياتي ما شفتش حرامي عنده زي المزايا. طب يلا ما تعطلنيش. اتفضل. ومدم هنا. خلاص. بعد الاطلاع على ملف القضية رقم 377 جنح الدقي لسنة 83 حكمت المحكمة حضوريا على المتهم حنفي السيد حنفي بالحبس شهر مع الشغل والنفاس. اللي بعده. يحيى العدل يحيى العدل يحيى العدل. اتفرجت على الماتش بتاع بكره؟ لا لسه. الاهلي حديد. طب والزمالك؟ الحمد لله على الزمالك. حلوه دي يعني قوي. كبار عسل. اهلا وسهلا. مرحبا يا ابو الزمل. شرفت وانست. الجدع ده حليوه ومش وش بهدله. يا ترى ايه اللي رماك علينا هنا؟ نسأله واللي يسأل ما يتوش. انت تهمتك ايه يا اخ؟ قول لي انت الاول، انتوا كم واحد هنا في العنبر؟ لا احنا ولا مؤاخذه كتير قوي بس لا مؤاخذه نايمين شويه. اساميكوا ايه؟ ليه؟ ما تكونش بتاع الاحصاء ولا ايه؟ لا مش القصد يعني، بس اتمنينا احنا بقى زمل بقى نتعرف بقى. اه انا هقول لك يا عم، حسنين ومحمدين عارفهم، وعوضين ابو جبين، والمعلم عباس. عايز يابني المعلم عباس. ما نستغناش يا معلم، اصل في ضيف جديد شرف وبنتعرف على بعض. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. اسمي كريم ايه؟ حنفي. عاشت لسام. الله الله حلو قوي. في ايه يا معلم؟ لا 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 ده انا جدع قوي قوي واعجبك قوي قوي. وانا احبك دعين. انا اول ما شفتك كده دخلت قلبي ومتهيالي كده انها تبقى عشرة على طول. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا معلم. بقولك ايه، ما تيجي كده نقعد هنا بقى ايه تحكي لي واحكي لك. انت باين عليك كده مش وش سجون ويظهر انك انت جيت هنا غلط. ما تيجي. اجي فين يا معلم؟ على السرير بتاعي. يا راجل سرير يا راجل، ما احنا واقفين نتكلم مع بعضينا. طب وليه بقى ما ناخد وندي وده احنا بنضيع وقت. يلا يا راجل يلا. يلا احنا اهلا وسهلا. دول تنورت وانهست. الله يخليك يا معلم. انت طبطب على كيفك يعني. طبطب، انا بس خايف على ايدك لا تطبق بقى. لا ولا يهمك، ما تخافش بعدين. ما تخافش انت واد هايل والله. بيني وبينك يا معلم يعني يا مغزى يعني إيه؟ وانا في التخشيبه اه شقطت شويه قراع على صنطة على تعلبه يعني، خايف عليك لمغزى. لا ليه؟ ما تخافش انا فداك. الله يهدف فداك. انما اقول يا معلم. ايوه. مين العلم اللي مسطحه فوق دي؟ دي مساجين يعني. هتكون ايه؟ ما انا عارفه انهم مساجين لكن ايه. عارفه ايه العارفه دي؟ مين اللي قال عارفه؟ انا قلت عارفه. ايوه جرى يا معلم، انا قلت عارف بس مؤاخذه اللي هي بتنطر معايا شويه. الله الله. انا فكرتك بقى واد خنفس من
من العيال اياه دول. لا راجل لا راجل، ده انا جدح قوي واعجبك قوي قوي. انت انا بقول لك ايه؟ ايوه. انت متجوز؟ لا والله يا معلم صراحه انا لسه عازب. لا ده انت تبقى بقى واد مخربش، وتلاقي اللي جابك هنا برضه واحده زين. ايه؟ لا مؤاخذه حاجه زي كده يعني، انما احكي لي احكي لي بقى انت معلم ايه الموضوع يعني؟ احكي لك؟ احكي لي بقى كل الحدوته يعني. انا بقى متجوز 13. 13 ايه؟ 13 واحدة ست حرمة. يا نهار ابوك اسود. الله، اصل انا بقى مزاجي حاجتين في الدنيا، الاكل والستات. الست اللي تعجبني على طول اول ما اشوفها اروح متجوزة. اللهم صل على كامل النور. يا ترى انت فين يا عزة؟ الله يجعله خير. حيت الكابوس. الواحد بقى مش قوم ينام بقى، لا مؤاخذه رايح الجته يعني. عايز ينام؟ لا مؤاخذه يعني يا معلم. نام هنا. طب يا معلم تشكر. بقول لك ايه؟ ايوه يا معلم. ما تيجي تنام معايا هنا على السرير ده. ليه؟ ما كده حلوين ما عشان مؤاخذه الواحد بالليل بيعمل حاجات مش اللي هي يعني. يعني. طيب نام نام. تصبح على خير. تصبح على خير. طب نام. في حاجه يا معلم؟ ليه ابدا اصلي. يا نام نام. لا ابدا ببص على البتاع ده. لا ابدا ببص على. تصبح على خير يا معلم. ضربه منك مفيش فايده. طب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. يا ده هشام طلع كام المبلغ اللي هبرناه النهارده الصبح من الاوتوبيس؟ 60 جنيه و30 قرش بالظبط. ايه ده مبلغ شويه قوي، ده ما يكفيش حتى الواحد يصرف في المحل عند طنطك انعام قرني. على العموم انا هلبس وننزل نلف لفه نخبر لنا فيها كام جنيه تانيين. واجب يا انكل عشان نروح نسهر عند طنط انعام قرني وشوف البنت حنان. اسمها حنان يا انكل. قرني؟ مفيش حد هناك ما اسموش قرني. حنان قرني، ده قرني، دي قرني. ماسك الفلوس ولا حرام ابن حرامي. على رأي المثل من عاش من الأم 40 يوم صار منهم أو صاروا منه. وده شام. نعم يا أنكل. أوعى تكون مدكن حاجة كده ولا كده. عيب يا أنكل. عمر الحرام ما ينفع يا ابني. الراجل انا دينا. مين؟ دينا، دينا مراتك. دينا؟ ايوه دينا. دينا؟ ايوه دينا. الله يخرب بيتك، ايه اللي جابك هنا؟ مش مهم ايه اللي جابني هنا، المهم الفلوس فين؟ انا جاي اعرف مكان الفلوس، انا وابنك هنموت من الجوع. دينا حبيبتي. دينا مش وقت عواطف الله يستورك. دينا تعالي. حسك مش دلوقتي. اطلعي فوق. لا اطلع فوق فين؟ تعالي وحشاني. عمك عباس لو صحي ودينا في داهيه. ماتي واحده بس. يا حبيبي عمك عباس يقوم بعشرة. بوسه بس بوسه.
حوسه مين؟ عمك عباس ما بيتفهمش بالبوز. بقول لك ايه، الباروكه مأمله خلقه ربنا، ابعد عني. بس كده بقول له كلمني، الفلوس فين؟ الفلوس فين؟ انا لازم اخرج من هنا، انا واخده حكم شهر بس، لازم ارجع. انا سايبه الواد هشام لوحده في الشقه مع المنيب بنيه اللي اسمه نوفل بتاعك ده. مع مين؟ نوفل. نوفل ما تزعلش. طيب الواد مع نوفل؟ ايوه. انت اتجننتي؟ اعمل ايه؟ تحصل لي مخك حاجه؟ بقول لك مش لاقيين ناكل. الله، يا عزتي الفلوس فين قبل ما يصحوا يودونا في داهيه؟ فلوس لسه هم كم الفلوس يا دينا؟ حتى هنا عمرك ما قلتي الحمد لله، عمرك ما رضيتي باللي احنا فيه. متجوزه مهندس محترم قد الدنيا، باين على ابو الفلوس، على اللي عمل الفلوس. يا ريتني ما سمعت كلامك، يا ريتني فضلت محتفظ ببيتي وبابني وبشغلي، كل ده عشان الفلوس. وادي النتيجه، الواد مرمي مع واحد حرامي في البيت، وانا وانت هنا في الهنا اللي احنا فيه ده، وكله من زنك وزنك، عايزه وعايزه وعايزه وعايزه. انت عارفه انا بحافظ على نفسي بالعافيه هنا في وسط الوحوش دول، عارفه لو اكتشفوا انك واحده ست هيعملوا فيك ايه؟ عارفه عارفه هيعملوا فيا ايه. كويس، المهم انت بس تبعد عني البلوه اللي اسمها عباس دي، وانا اي حد تاني غيره هيقرب لي هشرحه. تشرحيني الفلوس فين يا عزت؟ ما تضيعش الوقت. فين؟ اخ منك ومن الفلوس. تعالي ما اقول لك، تعالي احسن حد يكون صاحي يسمعني. خرب بيتك. لو اضمن ان الفلوس دي تسعد الواد. قول بس. يلا. بتعملوا ايه بالصلاه على النبي واحنا نايمين يا مامي؟ يا مامي انت اكيد مسكون خنفس واحنا مش داريين. بقول لك ايه يالا، ده انا طرمك، ده انا اجدع من اهلك، احترم ذات نفسك بقى. قلت لك مفيش سجاير. يعني مفيش سجاير يا قاضي؟ ايه؟ طب خلاص مش عايزين سجاير، هنزلونا على السجاير. هيحصل وحياتك يا نعم يا اوراني. بس هتفتح لي كباريه يا واد يا نوفل يا ورا؟ طبعا، امال يعني احنا نوديهم فين؟ على الاقل الواحد يبقى له مركز ويبطل بقى شغل الشوارع والنط في الاتوبيسات. اهو كده بقى اتجوزك. وليه لا؟ طبعا اتجوزك. هو معقول احلاقي زيك يا جميل يا قمر؟ انت خلاص بقيتي في العلاني ما شاء الله، وبقيتي اركست قد الدنيا. حلاوتك اهو كده بقى تستاهل اسهر معاك الليله. لا وانا مونون وحلو قوي. تعال قمر يا دينا. Thank you.
لك شرطه من ستك ليه؟ ماليش. اجيب لك كرسي معسل؟ يا جدع حل عن سمايا بقى. عليا النعمه من نعمه ربي انت واد خنفس. بقول لك ايه، حل عن سمايا بقى واحترم نفسك بقى شويه. قول اتولى انت اتولى يا جدع، انت اصطبح بقى يومك المنايم في ليل هدعوه يا جدع. بقول لك اوعى، هجيب لك اوعى ده انت نتن عليا النعمه انت نتن. شالت يا رجاله، هات يا انا جيت جنبك. يبقى انت المغزى، الشنب ده تبع. شفت يا معلم، المسجون ده طلع واحده ست واحنا مش عارفين. ده معقول ده يحصل؟ واحده ست في وسطينا واحنا مش دريانين؟ حق بطلوده واسمعوده، طلعنا ناطف يا معلم وجلادل كمان. والمصيبه ان الباشمهندس عارف ان المسجون ده واحده ست ولا قال لي ناشي وعمال الله الله الله. ده على كده بقى انا مش معلم، ده انا بعوطي بعوطي وبس، وقرطاس كمان يا معلم. انت ايه حكايتك يا حرمه؟ جيتي هنا ازاي؟ احنا عايزين نفهم قبل ما نروح المورستان. يمكن هيعملوا سجن مشترك يا معلم زي مدارس البنين والبنات. يا ريتنا كنا مسجونين في سجن الحضره في اسكندريه، تلاقي كل المسجونات بالمايوهات. انا هقول لكم كل حاجه، الحقيقه الست دي تبقى مراتي، مراتي وام ابني. قديمه العب غيرها يا حبيبي. والله العظيم يا معلم زي ما بقول لك دي الحقيقه، مراتي وام ابني فعلا. طب جد هنا ازاي وعشان ايه؟ فهمنا يا معلم. ده بيضحك علينا يا معلم، عايز ياخدها لوحده. بلا معقول، ده احنا قراطيس بقى. والله العظيم والله العظيم مراتي، مراتي وام ابني فعلا. انا هقول لكم الحقيقه، هي دخلت هنا عشان تعرف الفلوس اللي انا سرقتها فين، وانا مستعد اعمل معاكم اتفاقيه، اتفاقيه ليكم كلكم، لكل واحد فيكم هديكم 10,000 جنيه، 20,000 جنيه، 30,000، هديكم الفلوس كلها بس ما حدش يجي جنبيها. اوعى كده، تعالي ده هي اتسرقت ولادها. نزلت؟ ده اوعى اوعى، اللي هيجي جنبيها الحشر راحوا. يا شيخ التايل، ده انا في عزك زي الصرصار. لا لا يا معلم، دي مراته صحيح، وانا شفتها بعيني في المحكمه يوم ما امتصينا الحكم. حيا بالسعيد حنفي. ايوه يا شويش. افلاك الله يبشرك بالخير يا شويش. طيب بقى نشوف وشكم بخير يا رجاله. سلام يا حنفي. مع السلامة يا عزت. ما تنساش في الحفظ والصون. السلام أمانة. حاضر. لهشام إن شاء الله يا حبيبي. أشوف وشك بخير. الله يخليك يا حبيبي. مع السلامة. مع السلامة أخوي. مع السلامة أخوي. يلا يلا ربنا ياخد اللي خلفوكم. خسارة فلتت من إيدينا، كانت هتنسينا الغول باللي إحنا فيه. ما خلاص بقى يا معلم. أبه فين وهتبقي مليونيره.
لكن على مين؟ لا ده انا قاعد هنا لغايه ما اخد حقي. لا يا حبيبي، كل قرش دفعتهولي هديهولك بالنجله وبالمليم. هتتحاسب بالنجله من اولها؟ مليون جنيه هتحاسبيني بالنجله؟ نص بالنص، 50-50. 50-50 مين يابا؟ هيقول لي 50-50 ليه؟ الهيبه ولا الهيبه؟ الله، انت بتضربي كمان؟ والله يا عيال ده انا اللي صاحب الفكره، انا اللي عملت لك الكرش ده، ولا عملت لك الشرف، ولا اللي خليتك دخلت السجن عند جوزك؟ فكرتي عرفت منه مكان الفلوس، والاخر تقولي لي مش عارف ايه؟ لا ده على جثتي، عليا وعلى اعدائي. ها من اولها نخعنا ومشاني زي هدومه. عارفه انك خسيس وجبان وتعمل اي حاجه عشان الفلوس. هديك اللي انت عايزه. وهنقبض امتى من غير مقاطعه؟ يا عم سيبني يومين، سيبني يومين اجيب الفلوس. الله، اتفضل بقى من غير ما ترد، عايز اقعد معاك شويه. ماشي، تحت امرك يا ست دينا. سلم الشنطة اللي فيها الفلوس، وإلا هشرفة بالساية، ولا من شاف ولا من دري. طب وانا قلت لا، انت مش قايل هتاخد النص يالا انت؟ لزوم ايه بقى الحركات دي؟ ما تفوت عليا بعد يومين في البيت وخلاص. محدش يعمل ده، انتوا تقتلوا القتيل وتمشوا بجنازته. سلم الشنطة. اديله يا رب انفدي بجلدك. مين المزه دي يا حبيبي؟ مين انت؟ مين سيادتك؟ انا انعام قرن يا روح، خطيبته وقريبا سحاب امراض. اهلا اهلا. طب وانا قلت لا يالا هتعمل ايه؟ هشرفط لك وشك. طيب خلاص، ايه بقى بالفلوس؟ خلاص ما تزقيش، هديك النص خلاص. اوعى انت، انا هوريكوا. انا اوعى يا اختي. افتح من عندك. انا عارف هنا وهو بوليس. طبعا البوليس، وكنا بنراقبكم من زمان. انا ماليش دعوه حضرة الظابط، انا كنت هدبح الارنب. ما بكتلي على شونه يا نوفل يا برع، المنحوس منحوس لو حطه على راسه فانوس. ما حدش نحسني غيرك. انا برضه يا نوبة. الله الله، خلاص يا جماعة، انتوا اخوات. خلاص يا بورني، خلاص يا قرعي، خلاص بقى يا ربي بعد العذاب والبهدلة دي كلها، ومستقبلنا اللي راح، والواد اللي اتشرد ده كمان ما نتمتعش بالفلوس. يا مدام دينا، صدقيني الفلوس الحرام عمرها ما تنفع ابدا. وعلى فكرة احنا كنا مراقبينك كويس قوي من يوم الحادثة، واحنا كمان اللي سهلنا لك مهم دخول سجن الرجاله عشان تقابلي عزة جوزك، عشان تعرفي منه مكان الفلوس. وفي الوقت نفسه كنا حاطين مخبرين عشان يراقبوكوا وعلشان يحافظوا عليكي لو حد اكتشف انك واحده ست. يا نهار اسود، كل ده انا معرفش حضره الظابط؟ وهو ده بقى شغل البوليس. اتفضلي يا مدام دينا، بس المره دي بقى على سجن النساء مش على سجن الرجال. خدوه على البوكس. انتوا ضيوف، اتفضل. طب والله انا باجي عشانكم، والله تعبتكم معايا قوي. الله يخليك. اهلا اهلا، انت شرفت. ايه اللي جابك هنا تاني؟ بصراحه عبس ما برتاحش الا فرشتي هنا، بره بحس ان انا تايه، بلاقي نفسي هنا. نوفل عايز ايه الاخبار؟ الجماعه زيهم كله تمام؟ هشام عامل ايه؟ طمني، قول لي. ما اخبيش عليك يا عزت، ايه البوليس قبض على مراتك ومعاها الفلوس والشنطه وخد كل حاجه. خد كل حاجه؟ معلش، زي مراتك مش هنحس عليها.
هشام مش هيروح امريكا. هشام مش هيبقى دكتور. عملت كل ده عشانه. عملت كل ده عشان هشام يبقى دكتور. يا ترى عامل ايه لوحدك يا هشام؟ جنين عليك يا ابني انا وابوك. هتعيش ازاي؟ وهتاكل منين؟ إيه؟